نشارك معك واحد يعني كيكة ديال التفاح راه دايره ضجه واخا في الفيسبوك وفي كل شيء. المهم هاد كيكة التفاح انا عبرت غير بالمعلقه، عندي جوج ديال البيضات ياك، عندي قبيصه ديال الملحه، عندي صاشيه ديال الفاني، وسبعه المعالق كبار ديال السكر فنيده. هاد العناصر كامله كنضربها، من بعد ما كنضربها كنضيف ليها سبعه المعالق كبار ديال الزيت وسبعه المعالق كبار ديال الحليب، كنعاود نخلط الخليط ديالي، ومن بعد كنضيفو خماره ومعلقه ديال الخل والدقيق على حسب الخليط. ياك اختي سناء؟ اييه مفهوم. كنخلطو الكيك ديالتنا عاديه صافي، كتكون شويه ثقيله على الكيك العاديه، غير شويه، ماشي سمعوا ثقيله ونتقلوها بزاف. اييه ياك اختي سناء. صافي من بعد كان يعني كنديرها في واحد المول ديالها اللي غادي نطيبها فيه، وكندير فوق منها كنقطع التفاح يعني شرائح، فهمتيني اختي سناء؟ كنقطعوه شرائح. انا كنقشرو بصراحه، ما كنخليش القشره ديالو، كنقشرو وكنعصر عليه الحامض، وكنشطفو فوق من هذيك الكيك، كنشطفو الفوق، حيت شفتي بنات كيتشكاو كيقول لك طيبناها وقيلا ونزل ليهم تخلط ليهم التفاح مع الكيك، هذيك راه كيديروا الكيك خفيف، كيديروا الخليط ديال الكيك خفيف. داكشي علاش شفتهم في الفيسبوك بزاف كيقولوا راه خاصو يكون الخليط شويه ثقيل باش ما كينزلش لينا هذاك التفاح. صافي كنشطفو داك التفاح ديالنا، والوسط انا خليته خاوي، درت ليه اللوز ايفيلي كتزين، ممكن نديروها كلها بالتفاح وصافي، خليت واحد شويه ديال الوسط خاوي، درت ليه اللوز ايفيلي صافي، ورشيتها واحد رشيشه خفيفه بزنيده من الفوق. صافي اختي سناء، ودخلتها دخلتها الطيب في الفران. الطياب ديالها راه طياب عادي على حسب، هي كل وحده على حسب فرانها. صافي من بعد اختي سناء، صافي خرجتها ودهنتها وهي سخونه، دهنتها بالناباج، اللي ما عندهاش الناباج راه دير غير الكونفيتور دهن به.